يلا تفضل رحب فينا. اهلا وسهلا فيكم يا احلى ناس على قناه اجوان وليليان. يا حبيبي بما انها هي قناه اجوان وليليان، انت شو دخلك بترحب فينا؟ انت شو دخلك ترحب فينا؟ هي قناه اجوان وليليان، انت شو دخلك؟ احكي لي شو دخلك؟ هاي قناة البنات، انت ولد شو عندك اليوم؟ احكي لي احكي لي شو بدك تفرجينا اليوم؟ ايش هم؟ اشياء اللي بالشتاء. طيب جوانا وليليانا تفضلوا حبيباتي، يعني شو هو اجا لحاله وانتوا وينكم؟ اهلا وسهلا فيكم يا احلى ناس على قناة جوانا وليليان. اليوم حنستعرض لكم اواعي اصغر اثنيننا بالبيت يلي هم فارس وفرح. زعفولهم زافي انت ليش؟ زعفولهم زعفولها. برافو 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 برافو. تعالي طيب تعالي. طبعا فارس حيشرح ملابسه وفرح رح نشرح لها ملابسها. وبعد ما بابا استراح وجلس على الكرسي عشان يضبط فرح، الان فارس بده يبدا يشرح لنا ايش المشتريات اللي اشتراها للشتاء. تفضل يا فارس، ايش اول شيء؟ هاي البلوزه عليها اسم بوما. ايه هاي دعايه. اوكي فرجينا اياها للكاميرا. تمام، ايش لونها؟ ايش لونها؟ برتقالي وابيض واخضر وازرق. وهي البلوزه نفسها ايش لونها؟ اسود. شرحت لكم فرح بلغه الاطفال. هذا بسموه البست بابا، او يعني شو بسموه هذا اللي بلبسوه فوق الاشياء الخفيفه. هاي هذا القميص. ايش لونه هذا يا فروز؟ احمر. بسموه كاروهات. كاروهات ايوه. شوفي فروز كيف بيطلع المنظر، اعطينا كمان وطلع لكم والكم الثانيه لولو لاني ماسك فرح. ساعديني يا جوان. شوفي فارس كيف منظره صار. طلع. اوه والقميص اللي بعده يا فارس. القميص اللي بعده اختار يا جوان قميص لونه ازرق. خلي تسحب لك يا جوان. يلا زيه زيه. هذول اسمه ازرار. ازرار اسمه. وكاروهات. طيب ممتاز. القميص اللي بعده يا ليليان هذا كمان كاروهات. ايش في من جوا هذا؟ نعم شوف. فرجينا الكاميرا بابا، انا بعرف انه بشوفه. هذا فرجيها. هذا كله صوف؟ لا يا مو يعني صوف كله من هون بس. متى لبسته هذا؟ مع المدرسة. اليوم صح؟ لانه كان فروسي تعبان فلبسه عشان يدفي حاله. يلا ننتقل هلا للبلايز، للبلوز الاول يا ليليان. ساعدي واشرحي بعدها. للشتاء وصوف. شو لونها؟ لونها بنفسجي يعني خمبي. للبلوزة الثانية يا جوجو. انت جاي دورك جاي دورك. اصبري اللي قدمك. اصبري اصبري اصبري. ايوه انا اصبري دورك. يلا ايش هاي؟ هاي بلوزة الدب. فرجينا اياها. يا سلام على الدبدوب اللي حيلبس دبدوب. اللي بعديها يا ليليانا. طيب هلا ندخل على الجاكيتات، شو رايكم؟ هاي احسن من الباقي بس ضلت اخر. يلا اخر بستين فرجوني اياهم مش مشكله. هاي البلوزه عليها ازرق غامق. للكاميرا للكاميرا. ايوه ايش؟ ازرق غامق وابيض يعني بس مو ابيض. رمادي. رمادي. وبس. يلا البلوزة اللي بعديها يا جوجو ولا لولو؟ ايش رح تلبس جوجو معاها؟ لونها سكن. هاي بلوزة للجاكيت يعني. هاي بلوزة جاكيت. انا ما شفتها، انا بالكاميرا ما شفتها، فرجونا اياها. شوفوا الها سحاب؟ طيب ممتاز. بلوزة جاكيت. يلا يا رب تلبسهم بابا في العافية كلهم وانت بصحة وعافية. أول جاكيت. تفضل يا جوان ساعدي. هذا الجاكيت. تسكتي انت. طيب الجاكيت اللي بعده يا جوان. اي واحد بدك بابا، اي واحد بدك على مهلك، اي واحد بدك يا فارس. هذا
هات ايش؟ هذا الجاكيت. اه هذا الجاكيت برتقالي عليه بسم الله ما شاء الله. فرجينا يا بس هذا اكبر منك يا ابني. قرب اشوف عادي هيك حتطلع فيه زي رجل الثلج الرجل القطبي صح؟ صح. هاي جاكيت فروز كمان. وهذا الجاكيت يا فروز للعدلة. هذا الجاكيت عليه صوف بني وبس. تمام يلا. والبلاطين سريعا فرجونا بنطلونين منهم. جوان خذي من فارس وعليها. هاي بنطلونين. هذا التنين رمادي عنده هو اكثر. هذا يستاهل ما هذا؟ هات لبسك الروب هلا. لا تقول لي الروب يلتبس على اي شيء. يلا بسم الله الجهه الثانيه. وهاي هيك فوق راسك. استنى شوي. نفس اللي فرجيناكم اياه لالا بس هو عنده على شكل اولاد. الله تفرج عماما تفرج عماما عملها لايك اشوف. وهذا ايش فارس؟ منطوف. ايش؟ منطوف. منطوف ايش فيه؟ ممتاز. هلا دور مين؟ زمان زمحولها. يلا تعال يا بنات تفضل عشان تشرح علم السفر. وانا كمان بشرح. وفارس بيشرح على الدور. كل واحد بيشرح اشي. يلا بس على الدور واحد واحد وشوي شوي. افتح الباب الثاني لو سمحتوا. ايش بدك ايش بدك ايش بدك؟ يلا بابا تفضل. يلا. اول شيء هذا الجاكيت الصوف الكيوت تاع فرح كثير عجبني. وهذا فرح عندها زي شيء يسموه مخمل. وبتتذكر تبعنا اللي عملنا في جلسه التصوير هذا نفس الفكره بس للاطفال اكثر. يلا فارس شو بده يشرح هلا فارس؟ تفضل فارس اشرح لي معاه. هذا للكاميرا حبيبي. هاي البلوزه كثير حلوه شوفي. شو عليها اشياء؟ عليها عليها منطاد زرار ودبدوب. اه منطاد زرار ودبدوب. تمام اللي بعده. هذا الفستان مع جيب صغيره. هذا روب. هذا روب فرح كمان؟ اه. طيب اعطوني انا البس هالروب لعبين ما انتم تكملوا شرح. يلا. ايوه يا جوان. إيه هذا الفستان كثير كثير كيوت. هيك بيجي معاه هون بتربطوه هيا وشتوي هو صوف. هلا هذا فستان شفت لما خيرناها. هذا هو الفستان اللي اختارته. هذا جت له طاقية يعني. فرجيهم وجهه فرجيهم وجهه كيف هو وجهه. هاي هيك وجهه. اوفرهول بيتلبق مع اي بلوزة مثلا. هاي البيضة انا بحب مع الاوفرهالات يكونوا بلايز بيضة. وهذا جاكيت رياضة كتير كيوت وعليه رسمة فهد او هيك زرافة. زرافة يمكن زرافة ما بعرف. وهاي لبسة فروحة ايش؟ ما خليته دقيقة شوي فارس دبي 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 دبي. اشوف فرجينا ماما. اوه هذا كان عند جوان وليليان اظن زيه تماما صغير زيه بالضبط. يلا اللي بعدها. هذا الفستان عليه ارانب كثير حلو. هاي انا بحب هاي الابات برضه. بابا طب حتلحق تلبسهم كلهم هدول؟ ايه ان شاء الله. والارنب ايه هذا كروهات واحمر شتوي يعني. وهذا الفستان مع هذا الجاكيت. اشوف هاي كلفها. يا سلام. طبعا فرح عندها كمان ملابس بالادراج. اه هون هسه بفتح ما شاء الله. مثل هذا البنطلون انا بس هذا. وش تخربوا الجواري اللي صفطتهم ماما دخيلكم. هي هون البنطلونات وهون البيجامات وهون في كم من بلوزه وهون برضه كم من بلوزه خفاف. وهون التبانات يعني شوفوا هذا التبان ناعم زي بنطلون اللي هذا لابسينه يعني هيك شيء دافي. طبعا بهاي الايام اللي عنده زي بلوزه او اي شيء دافي للفقراء بيقدر يتبرع فيهم. عن جد يعني احنا بنتمنى انه يتبرع فيهم لانه يعني مثلا سهل عليه ما استخدمه كثير لساته جديد ممكن يتبرع فيه. منه بياخذ اجر ومنه برضه بدفي ناس وبنبسطه كثير.
إذا نحن بنحثكم باسم جوان وليليان لكل المتابعين، كل واحد يتفقد الناس اللي حواليه، الجيران، في جمعيات معينة بتخدم الناس المحتاجين، ممكن تدعمهم بهذا الفصل بهذا الشتاء. جوان وليليان بالأمس كان مع مدرستهم بالتعاون مع مدرستهم، طلعوا مجموعة، حاضر بابا، طلعوا مجموعة من الملابس للمحتاجين. فإحنا بنحثكم كمان من خلال هذا الفيديو إنه يكون لكم دور بهذا الموضوع. تفضلي فارس، إيش بدك تحكي؟ أواعي نعطي. إن شاء الله يا رب، الله يرضى عليك. في الختام نتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، إذا عجبكم إيش مطلوب منكم؟ تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وإلى اللقاء.